انا شايف اللي حصل النهارده، المشهد اللي شفناه النهارده قدام التلفزيون ده، لا مسؤول عنه انبي ولا مسؤول عنه اهلي ولا مسؤول عنه اي حد غير اتحاد الكوره. احسم امورك قبل مباراه نهائيه وحاسمه زي دي. ليه نشوف النهارده فرقتين بيحتفلوا وكل واحد شايف انه الحق معاه؟ مش منطقي خالص يعني. طيب معانا عبر الهاتف الان المهندس ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. يا فندم مشرف ومنور. كريم ازيك، اخبارك ايه؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الموقف كله على بعضه كده انا وصفته من شويه بالعبثي ورميت بالمسؤوليه على اتحاد الكوره. شفنا النهارده فرقتين في الملعب بيحتفلوا بالدوري، موقف انبي ايه في هذا الامر؟ انا هاخد من كلامك علشان كلام محترم وجميل. لا الاهلي ليه طرف ولا انبي طرف. المشكله مش مشكله بطوله 2003، لازم نعنون المشكله. المشكله مشكله رئيس لجنه المسابقات الحاج عامر حسين. هو المسؤول الاول عن هذا المشهد. لماذا يا فندم؟ ليه انا بقول كده؟ ان انا بعت شكوى من 4 ايام وشرحت من 48 ساعه ان الموقف هيحصل كده بالظبط. وقلت لهم هنبقى شكلنا يعني عبثي طبعا، واستشهدت بالمحترم اللي عايز يعمل حاجه برضه في الكره المصريه، لان انا مفيش تواصلات على طول مع لجنه المسابقات، يعني الناس تواصلهم بيبقى صعب جدا. احمد دياب. والراجل تفضل مشكور رغم ان هو ملوش دعوه بالموضوع، انما ليه دعوه انه عايز يعلي كواليتي الكره المصريه، ودي من ضمن مسؤولياته هو شايفها كده. بص على الموضوع وقال لي فعلا الشكوى اللي انت باعتها هي كانت مركونه. قلت له مركونه؟ انا باعت شكوى لبطوله دوري تحت الدوري الممتاز على طول، فرقه 2003 دي اللي هي البي تيم عندنا. الشكوى كانت الشكوى كانت امتى يا باشمهندس لو سمحت؟ الشكوى كانت يوم الاربعاء. يوم الاربعاء آه. والشكوى بعتها يوم الاربعاء بعد ما خدت كل مستنداتي علشان اريح لجنه المسابقات لما تاخد الورق وتوديه للشؤون القانونيه تبقى كل حاجتي مستوفيه. فالميزه في الموضوع اللي انا قلت عليها ان اللاعب في حاله تزوير، اللاعب عامل لنفسه دورين، مره 97 ومره 2003. بس الميزه ان دايما في حالات التزوير ممكن بيلعب باسم اخوه، بس اخوه مش لعيب كوره. الميزه في الحاله دي اللي كانت هتسهل على اتحاد الكوره والموضوع سهل، ان الولد ب 97 لعب في بني سويف وفي 2003 لعب في بورسعيد. فالسيستم عندهم صوره الولد هنا وعندهم صوره الولد هنا. الموضوع بسيط جدا، واضح يعني. ما بقولكش تاخد قرار. انا قلت لهم يا جماعه كان بدل ما اتحاد الكوره طلع جواب بعد الماتش بنص ساعه ان الاهلي بطل الدوري لحين الفصل في مشكله التزوير، كان الاولى انه يبعت جواب لاداره الناديين المحترمين قبل الماتش بيومين ويقول لهم ان الماتش هيبقى قائم، انما الاعلان عن بطل الدوري مش هنعلنه الا لما نخلص التحقيق في واقعه التزوير. يا سلام والله، دي ده كلام الناس المحترفه. لا مش بس كده، ده انا كان ليا اقتراح تاني بس ده احسن كمان. اللي انا قلت مثلا طب ما تاجل، ادام انت مش عارف تحسم قرارك. ما حبيتش اجل عشان مش هينفع نبقى بناجل فوق يا رمزي وتحت. مفهوم. بالراحه خلاص. فعلشان موضوع التاجيل ده خلاص جاب للناس ارتكاريا، خلي الماتش زي ما هو ونشوف نتيجته وحاجه زي الفل، ويجوا بعد كده يطلق. ده الكلام الناس اللي بتتكلم الصح. وده يعمل ايه بقى؟ يخلي المدير الفني لما يجي يتكلم مع اللعيبه قبل الماتش، انا قبل الماتش مش عارف اقول للعيبه هيعملوا ايه عشان ياخدوا ايه. يعني كفاكوا في تكافؤ، عدم تكافؤ فرص في الدوري علشان افريقيا وعلشان هو قطاع الناشئين ما فيهوش تكافؤ ليه؟ هو هي هوايه؟ دي هوايه. يعني خلاص الموضوع احنا وصلنا دلوقتي الليفل الوحش في عدم تكافؤ الفرص. صح. لا وفي حاجات بتبقى وفي اللي اسوأ، في اللي اسوأ يا باشمهندس، وابتدينا دلوقتي نهواها. لا في اللي اسوأ، في اللي اسوأ يا باشمهندس بصراحه. انا وانا كنت بتكلم في الاول ده بقى جيل المفروض قادم لمنتخب مصر الاول ونستفيد منه لسنين كتير قدام. النهارده اللعيبه هنا وهنا كانوا بيحتفلوا الاثنين بالفوز، يعني هم عايشين. لا انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. فضل. يا كريم بس عشان تبقى عارف. اتفضل. ودي حاجه انا افهمها كويس. انت حتى لما كنت حابب الاهلي يفرح بالبطوله يعني وبعت له جواب، لعيبه الاهلي مش مبسوطه. وده باين خالص من بعد ما الحكم صفر. هو في بطل دوري بعد ما الحكم صفر بيقعد ده يجروا يتنطط يا جماعه؟ يعني يا جماعه خلينا، بصوا يا جماعه لازم نحافظ
على شخصيه اللاعب، بتقول لك بيقول لي حافظ على شخصيه اللاعب ولازم نطور شخصيه اللاعب. أيوة. اطور شخصيه اللاعب ازاي؟ اذا كانت المنظومه نفسها بتدمر شخصيه اللاعب. بالظبط. يعني اللعيبه بتاعت النهارده مش عارفه كسبت والمفروض بطل دوري وانا بقول لك انبي بطل الدوري وهما يعلموا كده كويس وعارفين ان حاله التزوير ثابته ما فيهاش كلام على رؤوس الاشهاد. لازمتها ايه ان احنا نعمل القصه دي وبعد اسبوع نرجع نقول انبي بطل الدوري؟ طب بدل ما نقول الاهلي ونقول انبي نوقف نتيجه البطوله ونبحث ونشوف وندي لكل واحد حقه. كلير اند سمبل. طيب انا عايز عايز اوصل معاك لابعد نقطه. افرض اتحاد الكره بعد اسبوع من الان قال لك لا الورق اللي انتم ما قدمتوهوش ده احنا مش هنعتد بيه وان انبي مش بطل الدوري وان الاهلي بشكل طبيعي هو بطل الدوري. ده السؤال؟ ده السؤال. مش هيعرف. مش هيعرف. شفت الاجابه؟ ببساطه. لا مش واخد بالك، مش هيعرف. عارف يعني ايه؟ عارف 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 اللي انت بتقوله ده ايه؟ اه. ان انت تثبت لي ان انت مش كريم رمزي.